شكرا. ده الليد كومبليكيشن اللي انا بتكلم فيها، اللي احنا كلنا بنتكلم فيها، الكاستر مال فانكشن. والمال فانكشن بتاعت القسطره دي كذا حاجه، اغلب الحاجات او الموست كوم اللي احنا بنتكلم فيه فايبرين تشيز. وانا اقول يعني ايه فايبرين تشيز؟ ان انت بتكون في فايبرس بان نتيجه الفايبرولوجين اللي بتكون مع العيان، فالفايبرين تشيز دي بتبقى روتيتد حوالين القسطره. وانا عندي صوره اوريك يعني ايه فايبرين تشيز وهاو تو ديل ويز. الجزء الثاني ان في ثرومبس، طبعا لو هيبقى في مشكله في الجزئيه دي العيان هيجي لك بعد فتره ان القسطره مش شغاله، فانت حضرتك بتبدا تعمل بتشوف القسطره زي ما احنا بنجربها بالسرنجه، اللاين الاحمر واللاين الازرق. مشكله الثرومبس ان حضرتك مش هينفع تعمل بوشنج للثرومبس، ذس كرايم ويل كيل يور بيشنت. الجزء الثاني كاستر كينج، الجزء ده يو ماست ديل وذ ات افتر انسرشن للكيس، زي ما قال دكتور حازم ان انا عندي حاجه اسمها بوست انسرشن اكس راي. لذلك انا في حاجه اسمها ان انت حضرتك تبقى عارف الرايت انترنال جيجولار برميكاس والليفت انترنال جيجولار. يعني ايه انجيوليشن في القسطره؟ يعني اي هاف وان انجل ان ذا رايت انترنال جيجولار كاستور برميكاس، يعني اي هاف تو انجل. كلمه انجيوليشن دي اللي انا مش اي هاف، ما عنديش زاويه حاده ان انا بعمل انجيوليشن للقسطره. الزاويه الحاده ده كينج وده مش كويس بالنسبه لي. ازاي انا لما نيجي نتدرب هنعرف يعني ايه القلت بتاع القسطره؟ في حاجه اسمها قلت واكزت، انا كلامي كله على برميكاس. يعني ايه القلت يبقى مريح؟ يعني كونفورتبل، يعني انت ما بتعملش قلت ضيق الفتحه بتاعت المشرط بتاعتك، لازم القلت ما يكونش واسع قوي عشان البليدنج اوكي، بس في نفس الوقت القسطره عندها حريه حركه فري ان انا بقدر احرك القسطره. ممكن يكون ده الحاجه الوحيده اللي عامله ستوب او عامله مشكله في القسطره. الجزء اللي بعد كده الحاجات المهمه الكاستر مال بوزيشن، وده احنا اتكلمنا فيه في موضوع البوست اكس ري فولو اب بالقسطره، هل هي راحت اكزيلري؟ هل انت عندك سوبريور فينيكيفر اوبستراكشن؟ الاوبستراكشن ده خلى القسطره ما تنزلش في الاناتوم كالواي اللي انا هتكلم فيه برضه. الجزء اللي بعد كده ان ادهيرنت للتيب بتاع القسطره على الروب. حركات كتير، في ناس كتير اول ما بنركب البرميكاس وتمام اوكي انا شايفها في الاناتومي، تروح تلاقي في ناحيه بتسحب وناحيه ما بتسحبش. هي يعني كل المشكله اللي انت لازم تبقى حضرتك فاهم ان السايز اللي احنا قلناه مقاس القسطره بالوضعيه بتاعت الاناتوميكال بوزيشن بتاعت القسطره دي، علشان ممكن يكون كل المشكله بس ان الكاستر نفسها خبطه او ماسكه او على الوول بتاع الفيزل وول، ففي نفس الوقت حضرتك هتلاقي ان في ناحيه مش شغاله. دي مش ثرومبس، دي مش كينكينج، ده ما فيهوش اي مشكله غير المشكله دي. الجزء المهم الكبير بقى اللي انا بتكلم فيه الكاستر ريليتد انفكشن، ده اكزيت، ده تانل انفكشن، ده كاستر ريليتد بلاد ستريم. ليه احنا بنقول ده؟ لان حضرتك لازم تبقى عارف ده، لان ديزيشن ريموفال اوف ذا كاستر يور بيشنت مي هاف اونلي ذيس لاين فور دياليسيس، مي فيلد اف فيستولا نو جراف نو اذر لاين فور انسرشن كاستر. يبقى يقول ديد ويز ذيس اكوردنج تو يور ديفينيشن. سنترال فينس ستروز ده موضوع مهم وانا هتكلم فيه برضه، سواء ازاي انا اتعامل، هل كل سنترال فينس ستروز اي ماست ديل ويز. انا مش هاخد وقت طويل في الجزئيه دي، بس اي حد هيركب اساطر، اي حد هيتعامل مع اساطر ماست نو اناتومي. انا مش بقول ان احنا نعرف كل الاناتومي، على الاقل انترنال جاجولار حضرتك تركز فيه بعد كده. يعني ان انا في اكسترنال جاجولار، الانترنال جاجولار ده بريك فالي، بروح سب كليفيان فين؟ احنا بنركب على فكره سب كليفيان، بس زي ما دكتور حازم قال ده ترايل اخير في العيانين الاستنوزس، بس احنا مش بنركب انفرا كلافيكولا، احنا بنركب سوبرا كلافيكولا. ده خارج موضوع المحاضره بتاعتي، بس هيبقى ليه ريليشن بموضوع الاستنوزس وده انا هقول. الجزء الاناتومي المهم حتى الفيمورال كان في اكسترنال انترنال ايلياك، بعد كده انا بتكلم في الاي في سي. طبعا وصولي من فوق الترنال جاجولار انا اوصل سوبرو فينيكيفا، هل انا وصلت على ستارت يوصل لفين؟ زي ما انا كده الصوره دي في بدايه الموضوع ان انا بعرف بس كذا حاجه. البوينت الاولانيه يو هاف ا كاف، لو بصيت هنا هتلاقي في كاف، ده شكل قسطره البن. يهمني قوي من الكاف لغايه الاوتسايد، ده اسمه اكزيت سايد. من الكاف لغايه القلت او المكان ما جبت الفلو ده اسمه الطريق. بمعنى ان حضرتك عندك تو واي، عندك اكزيت سايد او اكزيت بتاع القسطره وعندك القلت بتاع القسطره. الجزء اللي احنا وصلنا له ده التب بتاعت الكاستر واصله لغايه الاناتوميكال بوزيشن اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا واصلين للرايت افكت. ده جزء كله مهم، ده يخلي حضرتك اواي فروم المال بوزيشن، يخلي حضرتك اواي فروم او ان انت تبقى عارف يعني ايه لما اقول اكزيت انفكشن، يعني ايه لما اقول تانل انفكشن. دي صوره الانجوليشن اللي انا قلت عليها على الرايت سايد، يو هاف اونلي وان انجل. This angulation, but this is left permicase or left caster. You have two angles. This الصورة دي لازم تبقى أنت عارف عشان تبقى عارف الفولو أب إكس دي بتاع حضرتك هتبقى طالعة إزاي.
انا هبدا شغل بكيس الغرض منها بس ان انا ابدا اعمل ديلينج مع الكورس. You are fine by dialysis nurse that your patient didn't quite see. Like her normal self when she came to dialysis today. Halfway through her session, she complained of nausea and chills. Oral temperature. طبعا حرارة بس احنا نتعدى البيشنت على فيفر شارلز ده فرنهايت مش بسيلسيوس. She dialyzed through central venous gas. You are immediately suspected catheter related bloodstream infection. احنا ممكن بس ناخد وقت ان احنا نبص على التيتم. Media start with empirical antibiotic, order chest x-ray and urine analysis, ask for blood culture tapping from peripheral and drug from peripheral vein, while blood culture tapping from the catheter lumen and dialysis circle. وده اللي انا قلته في الاول. ده انا ممكن اسحب الكالتشر والعيان على الماشين. بمعنى ان انا استغنى عن جزء اللي هو البريفرال بالدالس السيركل وده اللي موجود في الحاله. حسنا الكيس الثانيه يو ار اسكت تو ايفالويت سنترال فينس كاستر بين الدالس بيشنت هو بريزنت تو ايمرجنس ديبارتمنت هي ريبورت سبجكت فيفر اوفر ذا لاست 3 دايز اند نوتس ذات ذا اريا اراوند ذا رايت اكسترن رايت انترنال جاجولار سنترال فينس كاستر از ريد اند سور. You obtain blood culture and the culture is drained at the exit site and start empirical antibiotic. Culture come back positive for methicillin resistant staphylococcus aureus in addition to giving appropriate antibiotic. And in many organisms dissolve in culture, in many in the culture positive. Remove the current culture and place a new catheter at different location. Locate the catheter with an antibiotic solution following dialysis. وده السؤال اللي كان بيسأل فيه الدكتور اللي كان بيقول وانا ممكن اعمل لوك بانتيبيوتيك. Order wash out the tunnel and gradual replacement للكاستر. وانا ممكن اعمل replacement بجدول في الالجوريزم في الجدول الكلام ده مكتوب. Treat the exit site infection with empirical mupirocin. الجزء بتاعي ان انا بحاول بقى ان انا هتكلم في قبل ما احل الكيس وارجع لها ان ده اكزيت سايد انفكشن عادي دي بيرمننت كيس والمفروض ان ده الاكزيت سايد. حضرتك لاحظ الجزء العالي ده التراك بتاع القسطره اللي احنا هنشوفه مع بعض في الانسرشن. فده اكزيت سايد انفكشن موجود عادي خالص. الفكره كلها لحضرتك بسيط ده بعد احنا ما ريموف الكاستور من بعد الكاف لغايه جوه كل ده في ساينس اوف انفلاميشن في ريدنس وفي ساين في درينج في باس. يو كان سي ذس از تانل انفكشن. طبعا ده ريبورت ان انا ايه اهميه الكاستر ريتد بلاد ستريم انفكشن وده يمثل جزء كبير ولازم ان احنا نعرف هاو تو ديل ويز. انا مش هخوض في الوضعيه اللي بتوع او في الجزء اللي بتوع ده اتكلمت عنه ان انا لازم ابقى عارف يعني ايه بايوفيلم فورميشن ويعني ايه كونتامينيشن كاستر والبايوفيلم ده بيبدا ازاي بعد كده لغايه الانتجريشن اوف باكتيريا. انا الجزء ده يهمني علشان ان انا من الاخر كده هاو تو دايجنوز كاستر ريتد بلاد ستريم انفكشن في سنترال كيس. يو هاف تو كالتشر سنترال اند بريفرال كالتشر. If the two cultures are positive and having the same organism, in addition to symptoms, you can diagnose or confirm catheter-related bloodstream infection. Then, I have central and peripheral culture with the same organism. In addition to symptoms of central venous catheter infection, fever, shivering, action, I can say this is catheter-related bloodstream infection outcomes. ممكن ده نتكلم في الكيتوكو جايد لاينز ان هو هيبدا بقى يفرق نفس الكلام بس باختصار. هو بيتكلم عن في كالتشر سنترال وبريفرال وخد الكالتشر منين والكوانتيفيكيشن بتاع الكورنيفورم يونتس وان هو بيتكلم على السيمبتومز والساينز نفس الكلام اللي هو بيقوله بتاع الكريبس. ارجع تاني واقول ان انا عندي سيمبتومز وعندي عيان خد ده اللي هو كان فيه كريبسي ونفس الكلام فيه كالتشر. لو انا لقيت سنترال بريفرال والسيمبتومز موجوده انا بقول ان دي كيس اوف كاستر ريليتد بلاد ستريم انفكشن. وانا اقول لي امتى اكسكلود اذر كوز بمعنى ان انا لقيت فيه ديفرنس في الكالتشر يعني في اذر اورجانيزم غير الاورجانيزم اللي موجود في القسطره ده كله يخليني ان انا سيرش فور اذر كوز. وده انا هجيله في الالجوريزم باختصار. كل ده برضو انا هتكلم فيه ان انا اكزيت سايت انفكشن في هايبريميا في تندرنس في انديوريشن زي الصوره اللي احنا شفناها وفي تشارج موجود ده احنا بنسميه اكزيت سايت انفكشن. نفس الكلام كده الصوره الاولانيه في ريدنس سورس الصوره الثانيه في تشارج موجود ده اكزيت سايت انفكشن.
ده مراحل الاكزيت سايت انفيكشن. يو هاف انتاكت اند هيلز سكن، يو هاف ريدنس في الـ في الـ في السكن اقل من سنتي، الريدنس بدا يزيد، ديوريشن بتاعته زادت لغايه ما بنوصل بالانفيكشن باس اند باستيولز. ذس از اللي بيحصل مع الاكزيت سايت انفيكشن بالمراحل بتاعته. التونل انفيكشن انا نفس الكلام اللي انا عندي هيبريميا، عندي تندرنس، عندي ديوريشن، عندي ستشوز اول اوفر ذا تونل. وانا قلت من الاول انا عندي كف اوت سايد از اكزيت سايد، من الكف لغايه القلت او الانسرشن بتاع القسطره ذس از ذا تونل، فده على التونل سايد. نفس الكلام انا عارض الصور بتاعتي، انا عندي سيلز ذس از من اول الكف لغايه جوه، ده اللي احنا بنسميه التونل، ده اللي احنا بنسميه تونل انفيكشن. هنيجي نتكلم بعد كده اشيل القسطره اعمل ريموفال ولا لا. من الاخر انا قلت الثلاثه كريبسي، قلت الجزء بتاع الاكزيت سايد انفيكشن، قلت التونل انفيكشن. اعتقد ان الديفينيشن ذات نفسه بقى موجود ومعروف. هاو تو ديل ويز، ازاي اشخص، ازاي اتعامل مع العيان بتاعي، ايه يفرق معايا، ايه الكالتشر هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. الجزء اللي انا بتكلم فيه، انا عندي بيشنت بسيمبتومز وسايز اي مريض، انا خدت هيستوري عن فيفر عن شيلز في شيفري، ابدا ان انا بعد كده ابدا اسحب سنترال وبريفرال كالتشر زي ما اتفقنا، ودي حل الحاله الاولانيه. لو لقيت الاثنين كالتشر طلعوا بوزيتيف انا بتكلم في السيم اورجانيزم، بوزيتيف سنترال بوزيتيف بريفرال وذا سيم اورجانيزم، ده كاستر ريليتد بلاد ستريم انفيكشن. If you have a different organism، يعني في organism ظهر في مزرعة central غير البريفرال، حالك بقى فكر في contamination في القسطرة، أو فكر في سورس تاني لو central أو البريفرال طالع بأورجانيزم تاني، يبقى أنت عندك other source in infection. لو طلع positive central ونيجاتيف بريفرال ده colonization. لو طلع عندي negative central blood culture وبوزيتيف بريفرال blood culture، I should suspect other cause. الكوز بتاع الانفكشن مش القسطرة. Negative negative suspect other cause for the symptoms. ده باختصار الالجوريزم اللي انا بمشي فيه في عيان جاي بالبلاد ستريم او بكاستر انفكشن. نفس الكلام موجود، انا بس reasonable and necessary to obtain appropriate culture better to initiate empirical antibiotic. Change your antibiotic according to culture. اعتقد ده كلام لوجيك، احنا اغلبنا بيعمل كده في الحالات اللي جايه بيرمنت كاس انفكشن، وببدا ان انا اتعامل معاها على هذه الوضع. هيرجع تاني هو يقول مثلا هيستوري تيكينج ابروبريت اكزامينشن، ان انت بتعمل اكزامينشن كويس للعيان بتاعك عشان ما يكونش في اذر كوز موجود، بتعمل البلاد كلتشر بتاعتك السنترال والبريفرال زي ما اتفقنا. السنترال انا باخدها من الكاستر هاب عايز اتكلم عليها، باخدها من التيب بتاعت القسطره، يعني ممكن اخد كلتشر مزرعه الكلتشر من القسطره بطريقتين، بالقسطره نفسها بلاد، او ان انا بعد ما بعمل ريموفال للكاستر ان انا باخد التب بتاعت الكاستر. البريفرال متاح لك انك تاخد من بريفرال فين، متاح ان انا اخدها من الدياليس السيركل عشان بس جزئية ينفع اخد المزرعه او الكالتشر وانا عن كالسيوم ولا لا. كالتشر زي ما اتفقنا بوزيتيف فين، هل هي السنترال ولا البريفرال، ابدا ان انا ديلينج اكوردنج تو ذات. كل اتكلم من الموست كومن جرام بوزيتيف، انا معايا جرام نيجاتيف مفيش مشكله يبقى فيه فانجل، واتفقنا ان لازم ابقى عارف الاورجانيزم اللي طالع في الكالتشر لان انا هبني عليه الديلينج مع العيان بتاعي في انديكيشن للريموفال الكاستر اكوردنج تو الاورجانيزم الموجود. الجزء بتاع بس اللي انا ازاي ده هتعامل مع القسطره نفسها على حسب الانفكشن باختصار بس عشان الالجوريزم اللي موجود. لو حضرتك عندك المفروض احنا نعرفه ان انا امتى هعمل ريموفال للكاستر، في بوينتس مهمه جدا لازم تعرفها او تبقى معروفه على العيان. هل ده البيشنت بتاعنا هيمودايناميكال ستيبل ولا ان ستيبل، ده يفرق معايا. نوع الاورجانيزم ده يفرق معايا. الجزء الثاني لو انا ابتديت انتيبيوتكس للعيان وحصل ريسبونس ولا ما حصلش ريسبونس، والديوريشن بتاعتي قد ايه، من 48 ل 72 ساعه. الجزء اللي بعد كده هل يفرق هو تانل انفكشن ولا نوت تانل انفكشن، لو هو تانل انفكشن ولا اكزيت عشان الريموفال بتاع الكيس. الجزء اللي انا ركزت عليه اللي هو الاورجانيزم، هل يفرق ان هو يبقى ستاف يبقى فانجل انفكشن يبقى اذر اورجانيزم موجود. هو انا عيد الالجوريزم ده تاني خالص مفيش مشكله، يعني انا هتكلم فيه، بس الخمسه بوينتس اللي انا قلتهم دول اللي بيحددوا ان انا هريموف الكاستر ولا لا. في بوينتس مهمه جدا لازم كلنا في شغلنا نعرفها.
انا ممكن يجي لي بيشنت اند سيجر على ريجولار دايلسيس مفيش اي افيلبل اكسس لاين، يعني البيشنت فيلد فيستولا فمفيش جرافت، العيان ده مركب بيرمنت كاستر وده لاست لاين. يو هاف كاستر ريليتد بلاد ستريم انفيكشن از ذس لاين، هاو تو ديل ويز مع المريض ده بالذات. هنبدا نتكلم في الانديكيشن اوف ريموفال اوف ذا كاستر. طب ممكن نكمل الكلام ونقول بقيت الكلام لما نوصل للريموفال، ايه العيان البلان بتاعته تبقى ازاي؟ وده كان كلام دكتور زغلول، اللي انت لازم يبقى عندك بلان ما دام اتخذت القرار اللي انت هتعمله في بلان ثانيه لازم هتبعها. ما ننساش ان في حاجه اسمها ودي مهمه جدا في الجزء اللي انا بقوله ده جدول اكستشينج. ممكن واحد يقترح الاقتراح، يعني جالي مريض بنفس الداتا اللي انا قلتها اللي فاتت دي، العيان بتاعي ده معاه كاستر ريتيف دولار ستريم انفكشن وانا بقول لك ده اللاست لاين، انت حضرتك قلت اي ويل ريموف اكوردنج تو هيمودايناميكال انستابيلتي مثلا اكوردنج تو ده الحاجات اللي هنقولها ستاف فانجل كاست. I will ask you الدياليسيس منين؟ فدي بوينت مهمة. أنا هكمل بحلقة إحنا شفناها عندنا من يومين وممكن ناخد فيها القرارات، يعني نتفق على بلان عشان موضوع بس جايد وايرد اكستشينج. موضوع الأنتي بايوتيك كلوك، حضرتك لو عندك اكزيت سايت انفكشن، عندك عيان زي الدكتور حازم قال بيدخل في ريكارنت انفكشن، عندك مريض هو أصلا ريسك للانفكشن، هل انا ممكن البيشنت ده ان انا استخدم له انتي بايوتيك كلوك؟ اه ممكن ان انا استخدم في الانديكيشن دي انتي بايوتيك كلوك. في طريقتين، ان انت حضرتك بتجهز الانتي بايوتيك كلوك من الهيبرين والانتي بايوتيك، وفي حاجه اسمها اوريدي هو موجود زي خلينا نقول بس ده مش دعايه، حاجه اسمها تورلوك في السوق، في تورلوك عادي في تورلوك يو. هل اليوروكاينيز مع التورلوك ايه افكت كمان على الانفكشن؟ اه في الجايد لاينز اللي موجوده قال لك اليوروكاينيز بغض النظر ان هو كاثرومبوليتيك كلنا عارفين ان هو كمان ليه افكت على الانفكشن اللي موجود، بس ده بمناسبه الانتي بايوتيك لو، بس ده مش هينفع في الانديكيشن اللي انا بقولها في العينين اللي هو الكبس. وده بقى الجزء المهم، امتى نشيل القسطره؟ سيفير سيبسس، فانا العيان بتاعي او البيشنت بتاعي بريزيستنس انفكشن او سيمتوس موجوده افتر 48 تو 72 اورز افتر انشيت انتي بايوتيك. لو في متاستس انفكشن الدكتور عبد الجواد ما قال يو هاف انفكتيف اندوكاردايتس، you have metastatic infection to the back، ودي احنا شفناها في حالات مركبه ايليا او حالات كتيره، ده indication لان ده اسمه metastatic infection. زي ما ناس تاني قالت ان في septic emboli من الكاس، حضرتك بتتكلم على نوع الاورجانيزم اللي انا قلت عليه removal للكاس زي fungal infection، يعني لو طلع الاورجانيزم في الاثنين fungal وكريبس بيو fungal you should remove your catheter. بيشنت هيمودايناميكلي انستابل ومفيش سورس تاني غير هو ده، خلي العيان بتاعي ار ريكوردد او شوت، انا لازم ديلينج ويز ان انا احط في اعتبارات اللي انا ممكن ريموف الكاستر. طالب انفكشن ده واحده من الانديكيشن ان العيان ستاف اوريس، ولو حضرتك لاحظت الحاله الثانيه في المحاضره كانت للسلم ستاف ريزيستنس ستاف اوريس، فده اللي خلاني اقول على جزئيه الستاف هل حضرتك هتشيل القسطره، ولو رجعنا هنلاقي ان انا اي شوت ريموف الكاستر بتاعي. سودوموناس اورجانيز ده واحده من الانديكيشنز. ده باختصار الالجوريزم اللي انا وصلت له خالص، هل هي سنتر اوف ريفرال كريبسي وانا اعمل كاستر سفاج على حسب الوضعيه بتاعت المريض بتاعي، اشيل القسطره واعدي له فري بيرد من غير اي كاستر انفكشن لغايه ما الانفكشن يروح، هل انا محتاج ان انا اعمل ريوايرنج على القسطره ان انا اريموف الكاستر واعمل ريوايرنج، اعمل انتي بايوتيك لوك في الاكزيت سايت انفكشن. ده معلش ممكن سؤال، هو في الجزء بتاع اللي هو كونسيدر ريموفال ايه؟ يعني الحاجات دي انا هشيل ولا مش فاهمه؟ يعني دي ايرجنت اشيل ولا لا؟ بس الارجنت ده اللي هو التقسيم اصلا لو احنا بنتكلم في انديكيشن اوف ريموفال كل ده انديكيشن اوف ريموفال. في زي ما مكتوب كده في سورسز يقول لك ده ارجنت انديكيشن لازم ما فيهوش كلام، لكن الفكره كلها الكونسيدر والارجنت على حسب الدوريشن، انت هتشيل دلوقتي ولا انت ممكن تو بوست بون؟ يعني الكونسيدر ده مش هشيل على طول، يعني هويت. اي ثينك ان كلمه في فرق بين emergency وارجنسي، يعني اي ثينك ان موضوع الميتاستاتيك انفكشن موضوع البرزيستنس سيمتومز ان سبايت كذا ده ارجنت انديكيشن، لكن الباقي ممكن نتكلم فيه ويبقى فيه اختلافات عليه. يعني مثلا بس في البدايه كاكزيت سايت انفكشن اونلي، اه فانا 48 او 72 ساعه فانت بتعمل ترايل بانتي بايوتيك مش هتشيل. لا الاكزيت سايت خلاص احنا اتكلمنا ان ده اكزيت سايت انفكشن بس احنا بنعالج بالتوبيكال انتي بايوتكس وانا اوريدي عملت الكلشرات. انا قصدي انك انت واحده واحده عشان يعني اعتقد الدنيا دخلت معاهم
واحده بس. انا باختصار انا من الاول قلت اللي انا عملت الكالتشر بتاعتي في سنترال وبريفرال كالتشر. انا لو الكالتشر طلعت نفس الاورجانيزم انا عندي كريبسي كاستريتد بلد ستريم انفكشن. هبدا اتكلم ريموفال ولا لا اكوردنج تو الانديكيشن سيفير سيبسس اكوردنج تو فانجل اكوردنج تو ستيف. كل ده كلنا عارفينه وده اللي موجود. لو انا لقيت ان الاورجانيزم مختلف ابدا اتكلم الانفكشن ده حاجه سيستميك غير القسطره ولا القسطره دي حاجه كونتامينيتد. كلمه اكزيت سايت انفكشن وطالن انفكشن احنا عرضنا صورتين واتعاملنا مع الاكزيت سايت انفكشن. انت ما عندكش اصلا سيستميك انفكشن يو هاف جاست اكزيت سايت انفكشن والديلنج معاها هو كان مكتوب ان انا ممكن ادي انتيبيوتكس لوك ممكن اعمل توبيكال انتيبيوتكس. فكره بقى ان انا عامل مزارع وفكره الديلنج ده هو اصلا اوريدي كليبسي ده اللي هو بيتكلم فيه. هشيل الاثار ولا مش هشيل ده الجزء اللي التاني ريموف اور روت ده اللي انا بتكلم فيه بقى. احنا اكزيت وطالع الانفكشن عدينا الاكزيت انفكشن خلاص اكزيت انفكشن بالمراحل بتاعته ريدنس في حركه لقيت بعد كده في اقل من 1 سم ديوريشن اكتر من 1 سم 2 سم بعد كده في بص وممكن ان انا اخد بسم الستشارج بتاع الاكزيت ده اعمل مزرعه خلاص انا هديلنج مع ده ممكن ان انا احافظ على استارتي واعمل كالتشر من الديسشارج وابدا اتعامل معاه توبيكال انتيبيوتكس او انتيبيوتكس. لكن الجزء اللي انا بتكلم فيه دلوقتي خلاص انا بقيت كريبس كاستر بقيت بلاد ستريم انفكشن اللي انا فيه سنتر وبريفرال كالتشر بوزيتيف بنفس الاورجانيزم وان انا عندي سيمبتومز على العيان ده. السؤال ريموف الكاستر ولا لا؟ طب بتروح لو عرفت هو ممكن بقى واحنا طبعا كارجنت انديكيشن دي ما فيش خلاف عليها. الحاجات اللي احنا ممكن ننتظر فيها ان احنا نفكر نكونسيدر بس لو واحد بور اكسس لو واحد بور اكسس او مفيش اكسس ليه تاني ممكن نتراي الميديكيشن لحد ما نشوف بس لو لقينا في حاجه لايف سيفنج ممكن نشيل انما الفانجل انفكشن ده لازم يتشال لو واحد داخل في ست شهور ما بتتصرفش بيتشال الفانجل انفكشن بيتشال بس الفكره الدرجه بتاعتها على حسب الاوت كام هو عنده اكسس تاني راكب له ولا لا انما لو واحد مركب مثلا قسطره قسطره جاجولار وفيها سيبسس ومش بيرسبوند بس عنده كل الاكسسز الثانيه موجوده عادي هشيلها بدون ان انا معرض المريض لريسك بيبقى في حاجه لايف سيفنج ده وجهه نظري يعني. لا مش هفضل اشرب حاجه بس احنا بنركز تاني او بنقول تاني ان احنا بوينت البيشنت بتاعك عنده اذر اكسس ولا لا. This is the last access for the patient. حضرتك هتريموف الكاستر زي الدكتور زغلول ما قال على urgent indication. حط في البوينتس بتاعك انا بعد ما ريموف الكاستر انا عملت الترا ساوند في اذر لاينز ولا لا. في فيستولا في جرافت العيان دلوقتي في كاستر مكان لو في اوكي شيء على الارجنت انديكيشن اللي احنا اتكلمنا فيها زي الدكتور زغلول ما بدا او وقال. معلش لو هو برضه ما فيش انذر سايت هو عنده سبيس سيبسس ولا عنده خلاص احنا يعني تتشاف سواء كان هيبدا بريتونيال دايسيس او هيعمل اي حاجه. انا بقول لحضرتك اللي انا دلوقتي في الاوبشنز الارجنت انديكيشن هيمودايناميكالي انستيبل fungal infection severe sepsis not responding antibiotic is urgent indication for removal of sacaster. لكن انا لما حطيت الالجوريزم عشان جزء بس جديد اللي هو الكاستر ريوايرنج او الريوايرنج اللي بتاعه امتى ان انا urgent indication مثلا وانا ممكن استنى ان مفيش ان انا مش محتاج ممكن اجل شويه موضوع لك حاجات حضرتك اتكلم فيها الميتاستس والهيموداينامك اللي انستيبل دي حاجات فايت يعني دي حاجات فايت للعيان بتاعي. انا بس عشان اكمل الجزء اللي يهمني انا لسه بس يو ار ريدنج راوندنج ان دياليسيس ديونس وينس نيرس تو اباوت سنترال فينس كاستر ديبندنت بيشن هوز ماشين كيپس الارمنج هاي ارتيريال بريشر ذس هاز هابند بيفور اند هاز يوزوالي امبروفد ويز ترومبوليت بات ناو هي كان اونلي اشيف ماكسيمم بلاد فلو. البلاد فلو بتاع الماشين كان 200 ملي بير مينيت ديسبايس 1 اور بليز دويل بيرير تو دايلس يعني هو بياخد ثرومبوليتيك على الرغم من كده في مشكله في القسطره. انا بس عندي الاختيارات اسك ذا ريستور بوزيشن للبيشنت اند تراي تو ريفرس يعني احنا بنعملها دي دايما احنا بنغير اللاينات احمر مكان ازرق وازرق مكان احمر الريفرس بيشنت سنترال فينس كاست اكسشينج اللي انا اغير له القسطره بدل بعمل 1 اور اعمل 3 اور بليز اوردر الترا ساوند فينس مابينج اند سيرجيكال كونسلتيشن فور ارتيريو فينس. أو بس الكيس الثانية وبعد كده هنبدأ نتكلم أنا ليه بقول الكيس دي.
You have a patient with a history two failed right upper extremities arterial venous fistula and who is currently dialyzing through the left subclavian vein, central venous catheter. He had a new arterial venous fistula placed in the left arm. يعني عمل history في left upper arm 6 weeks ago based on recent ultrasound. Arterial venous fistula is mature but it is too deep and needs to be superficialized. She has been complaining of left arm pain and the left arm swelling last few dialysis sessions. ده يعني خالص هو كل فكرة هو كان بيركب كذا كاستر قبل كده وفي فيل شونك وعنده موجود كاستر موجودة لفت سب كاليفي عمل شونت في اللفت ار بعد كده عم بدأ يشتكي من بين وسويلينج في اللفت ار ده الجزء بتاع السنتر فينس تولوس اللي انا اتكلمت عليه لا هي بس بتروح وبتيجي ده بس صورة الحالة الأخيرة إن أنا عندي dilated veins على الشيست. ماشي مشكلة هو كان بيروح بيجي عادي. أنا عندي dilated veins على الشيست لو حضرتك شفت أنا عندي فيه disc بانسي أو asymmetrical في السويلنج بتاع الأرم وده مثلا رايت أرم مفيش أي مشكلة خالص الليفت أرم فيه ليفت أرم سويلنج وده اللي إحنا بنتكلم عليه إن ده إحنا بنتكلم في كيس أوف سنترال فينس كاستر استنوزس أو سنترال فينس استنوزس ده خلال الأخير بس موضوع إن أنا هيفرق معايا موضوع إن أنا أعمل أعالج الثرومبوتيك كومبليكيشن بهيبرين ولا لأ وهل ده ليه إفكت وده دوكيومنتد ولا لأ هو أوريدي مكتوب بس إحنا خلينا لما نوصل لجزء الثرومبس إحنا خلاص قربنا نخلص مش أي مشكلة خالص. السنترال فينس استروزس لو البيشنت بتاعك أسيمتوماتيك بيشنت يعني حضرتك ما ظهرش عليه الحاجات الساينز أو السيمتومز اللي أنا قلتها مفيش سويلنج فيشس مفيش اللي هو البين والسويلنج في الار العيان بتاعي ما هوش ريسبيراتوري سيمتومز العيان ما هوش لارينجال ايديما في سويلنج وفي هورسنس اوف ذا فويس كل دي سيمتومز احنا بنتكلم عليها اف اسيمتوماتيك بيشنت ويز اوت اني كلينيكال داتا مفيش اي شود انت بي تريتي انت مش محتاج ان انت تعالج لكن لو البيشنت بتاعك سيمتوماتيك بيشنت وحضرتك محتاج اللي انت هتعالجه ده في السيمتومز اللي موجودة عن سيمتوماتيك سنترال فينس ستينوزس حضرتك محتاج اللي انت هتعمل انجيوغرافي او تعمل تصور العيان بتاعك انجيوغرافي وتبدأ تعمل انجيوبلاستي with or without stent يعني احنا بنتكلم فيه ان انا كده كده خلاص اوكي انا اتفقت ان ده سيمتوماتيك سنترال فينس ستينوزس اي شوت ديل with it ان انا اعالج العيان بتاعي ان انا اعمل له انجيوبلاستي with stent او without stent على حسب هو recurrent stenosis ولا مش recurrent stenosis ده جزء تاني في الجزء بتاع اللي احنا كان فيه في complications اللي هو المال positions بتاعت الكاستر بتاعه ودكتور حازم عرض مال position مثلا في الاكزيلاري المال position اللي انت البسيط الاسطرة بتاعتك داخله لغاية الوول بتاع الفيزل فده ممكن يحصل منها المشكلة اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي احنا شغالة واللي احنا متشغالة اللي هي الاسطرة على الوول بتاع الفيزل ده جزء مهم جدا في الكومبليكيشنز وانا عرفت خلاص بالكلي سلايد او حاجه الكينك اللي بيحصل دي قسطره كانت تركب متصوره بالفلورس لو حضرتك بصيت ان احنا عندنا كينكينج موجود هنا عند القسطره دي ده عامل مشكله في الفانكشن بتاعه القسطره فده تويستنج اوف ذا كاستل از جانكشن سوبيريور فينا كيفا اند ازايجوس هو كل اللي عمله انه عمل ريبوزيشن للكاستر لما عمل ريبوزيشن للكاستر القسطره اتفردت بالمنظر او في الصوره الثانيه ده فده احنا بنسميه مال فانكشن للقسطره واللي انا قلت عليه الاول حضرتك لازم تبقى عارف شكل الانجل في الاكس راي عشان ما يحصلش معاك حاجه اسمها اكيوت انجل كيرف الاكيوت انجل دي احنا مش بنحبها في موضوع البرميكاس وده لما نيجي نركب بقى عندنا هناك هنعرف يعني ايه تراك ترسم وفكره انجل ده جزء مهم جدا بيرجع لك بيه العيان بتاعك انت عندك بيشنت عمل انسرشن لبرميكاس بعد فتره المريض بتاعك جالك بان القسطره مال فانكشن ومش شغاله كويس فحضرتك من ضمن حاجات جربت القسطره فعلا مش شغاله لازم تحط في المايند بتاعك ان ممكن يكون في فايبرين تشيز تكوين الشيز ده من ديوريشن على حسب نوع القسطره وعلى حسب البيشنت بتاعك فبيختلف ممكن مريض في شورت ديوريشن ومريض ياخد وقت طويل على ما يبدا يتكون الفايبرين تشيز بتاعه المفترض ان حضرتك الديلينج مع التشيز لو احنا بنتكلم بقى في طريقه علميه احنا محتاجين نعمل دايلاتيشن وبالون دايلاتيشن للتشيز ده مش افيلبل عندنا احنا الفايبرين تشيز احنا اوكي احنا حطينا في المايك بتاع الديفريشن في فايبرين تشيز احنا بنعمل حاجه اسمها ستيربنج
لما يجي الناس تحضر معانا هنعرف يعني ايه كلوز ستريبنج، هنعرف يعني ايه اوبن ستريبنج. انا بس مش معايا فيديو للستريبنج. الاوبن ستريبنج حضرتك بكل بساطه هو الفكره ان الفايبر تشيس عند التب بتاع الاسطر، يبقى لوجيكالي حضرتك محتاج تفتح قريب من دخله الاسطر، لان في ناس يقول لك افتح فين، انا مش هفتح عند الكف، الفايبر تشيس فوق، يبقى انا محتاج افتح قريب من دخله الاسطر. فابدا لما افتح بلاقي فعلا في فايبر تشيس قدامي، انا بعمل له ستريبنج. ستريبنج ده احنا بنعمل له اوبن ستريبنج. اوبن ستريبنج اللي انا بفتح الفتحه قريب من ال بتاع الاسطر، ده ابدا ان انا اسلك الستريبنج او الفايبرس تشيس اللي موجود ده، ببدا اخرج جزء من الاسطره من الدخله بتاعتي، عشان بس الناس ممكن ما تكونش متخيله الجزء ده معايا. فلما بخرج وبرجع ادخل بيها تاني، انا بعمل انجري في الفايبرس تشيس ده، ان انا بحاول ان انا اعمله ديسولفنج. فده احنا بنسميه اوبن ستريبنج عندنا، وده من الحاجات اللي احنا بنعملها وبنشتغلها في دماغنا. ده مكتوب في الجايد لاينز ان انت حضرتك بتعمل بالون ديسربشن اوف فايبرنت تشيس، بس انا ما اقدرش ان انا اعمل الكلام ده. اخر حاجه خالص اللي انا قلت اتكلمت عليها قبل كده، ودي اخر سلايد ليا في المحاضره، ان انا ممكن ان انا يكون المشكله الاسطره ما اشتغلتش وخلاص عملت سليك، فبعد ما شلتها دي اسطره احنا بعد ما شلناها لقينا فيه ده ثرومبس. حضرتك مش هتقدر توصلها لما تكون مصور الاسطره بتاعتك، بس احنا بالنسبه لنا ان انا ما اقدرش اتعامل مع سروم بس واعمل لها بوشنج عشان الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل. فكره بقى ان انا ادي انتيكو اجلانت فيعمل بروفلاكتيك للعيان ده من سروم بس ولا لا، ده انا رايي ده في الهاي ريسك بيشن، العيانين اللي هم لايبل فور سرومفيليا، العيان اللي عنده فيستولا او جراف حصل سرومبوزس عليها، وده عيان يو ماست ديل ويز وتعمل له بروفلاكتيك انتيكو اجليشن، كل ده موجود. شكرا.